هلا، اليوم راح أخذكم وياي في جولة سريعة إلى أعلى مبنى في السويد، التورنينج تورسو. يبلغ ارتفاع البرج 190 متر ويتكون من 54 طابق، وإلى إطلالة جميلة على قناة الأورسونز اللي تربط السويد بالدنمارك. ومثل ما تشوفون هذاك هو الجسر اللي يربط السويد بالدنمارك اللي اسمه أورسونز برون. قام المصمم المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا بتصميم هذا المبنى، وتم افتتاحها في عام 2005. بعد ما تم افتتاح مبنى كارلا تورنت في مدينة يوتوبوري السويدية في عام 2022، أصبح التورني تورسو هو ثاني أعلى مبنى سكني في السويد. والآن راح أخذكم ونتجه للطابق 54 ونشاهد منظر المدينة من الأعلى. وهذا هو المبنى من الداخل. طبعاً في فصل الصيف ينظم المبنى زيارات بأوقات معينة، وبإمكان أي شخص شراء تذكرة عن طريق الإنترنت وزيارة المبنى لمدة ساعة. بعد شوية رح يجي المرشد المسؤول عن الزيارات لهذا المبنى، رح يأخذني للطابق 54. والآن وصلنا إلى أعلى طابق بالمبنى اللي هو 54، ووصلنا ب38 ثانية. مصعد كان جدا سريع والواحد يشعر بضغط على إذنه، بس وصلنا سلامات. وهذا مثل ما تشوفون هو منظر مدينة مالمو من أعلى البرج. راح أترككم في لقطات مقتطفة أتمنى تعجبكم، وأرجع لكم بعد شوية. يجد الفنان سانتياغو إلهاماً للحركات الطبيعية للحيوانات والبشر، فقرر أن يمثل البرج التواء الجسد البشري، وحاز المبنى على جائزة فامبين في معرض البناء في كان فرنسا لأفضل مبنى سكني في العالم. ودخل المبنى اللي صممه سانتياغو في قائمة أجمل 25 ناطح السحاب في العالم. وهذه هي الجهة الثانية للمبنى المطلة على قناة الأورسونز. والقهوة هنا جدي في وقتها، المنظر يستحق فعلا كوب من القهوة. هذه هي المباني المحيطة بالمبنى. إذا تدققون النظر راح تنتبهون أنه أغلب الأسطح تم زراعتها بأعشاب لمواجهة عواقب تغيير المناخ. طبعاً هذا الشيء تعمل عليه بلدية مالمو، وأغلب المباني الجديدة تحتوي على أسقف مزروعة بهذه النباتات. جولتي من داخل المبنى انتهت، الآن اللي حاب يبقى راح أخذكم في جولة سريعة ولقطات مقتطفة من المنطقة المحيطة للمبنى. منطقة جدا جميلة، وأنصحكم تكملون الفيديو.
لهنانة أنا راح أترككم ويا هاي اللقطات وأقولكم باي باي.